السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكل مشاهديني في كل مكان، ولقاء جديد وشرح جديد من شروحات كورس فاير فايتنج، أقدمه لكم المهندس طه أبو النور من قناة مواهب وإبداع. إن شاء الله بإذن الله هنكمل الجزء اللي كنا وقفنا عنده اللي هو البامب سيليكشن، فاير بامب سيليكشن. احنا طبعا وقفنا عند الكيو والبريشر، الكيو والاتش اللي انا كنت محتاجهم بالمضخة، ووصلت ان المضخة عندي محتاجها 6 بار عند 500 GPM او 500 GPM عند ضغط 6 بار. طبعا ده سيليكشن للمضخة نفسها. طيب هشوف نوعها من حيث تصنيعها، يعني هل هي البامب نفسها عندنا شكل البامب ده، شكل اشكال من اشكال البامب، تمام عندنا، بس كل ده اسمه ساكشن ان لاين، يعني خط السحب موازي لخط الطرد، هو نفس الايه، نفس اللاين زي هنا، هنا الساكشن وهنا الديستشارج، هنا الساكشن وهنا الديستشارج، هنا ساكشن ديستشارج، ساكشن ديستشارج، ده كده اسمه الان لاين. عندي منه هوريزونتال وعندي منه فيرتيكال. الهوريزونتال اشهر نوع فيه اللي هو السبليت كيس، فانا لما باجي اشوف ترومبا هوريزونتال سبليت كيس دي بتكون ساكشن ان لاين. طيب عندي غير السكشن ان لاين، عندي الاند سكشن، اند سكشن اللي هي نهايتها خط السحب زي النوع ده، يبقى الهوريزونتال اند سكشن زي النوع ده كده، يعني اتجاه السحب عمودي على اتجاه الديسشارج، تمام. دي طبعا نوعين مشهورين جدا من انواع البامبس. طيب انا ازاي بقى اتاكد ان البامب اللي عندي دي مضخه حريق؟ لازم يتوفر 3 شروط. اول حاجه يكون الترومبه بتحقق الفلو والبريشر المطلوبين عندي في السيستم. احنا قلنا 500 جي بي ام يبقى 500 جي بي ام، عندنا 7 بار يبقى 7 بار، ما ينفعش اقل من كده. طيب الشرط الثاني ان يكون عند 150% من قيمه الفلو الضغط يوصل ل 65% من قيمه الضغط للايه، للمضخه. الشرط الثالث والاخير ان هو عند الزيرو فلو البريشر يرفع ل 140 شات اوف هيد، يعني المضخة تعمل شات داون عند 150 140% من قيمة الضغط. ودول كده ال 3 شروط. يبقى الشرط الأول تحقق الكيو والهيد المطلوبين، الشرط الثاني إن لما الفلو يكون 150% من قيمته الضغط يكون 65% من قيمته، الشرط الثالث عند زيرو فلو الشات اوف هيد يحصل عند 140% من قيمة الايه، البريشر. اوكي دول كده ال 3 شروط اللي لازم يكونوا عندي في الايه، في توفروا عندي في المضخات، في اختيار مضخة الحريق. وبعدين تمام، احنا دلوقتي هنشوف مكونات مضخة الحريق او مكونات غرفة المضخات. انا عندي هنا الرسمة لغرفة مضخات بتوضح حاجة معينة. انا عندي طبعا الخزان اهو، ده كده خزان سوري المفروض يكون عندي كده، دي رسمة الخزان، خزان المية. يفضل ان هو يكون مقسوم لنصين كده وفي بينهم فاصل، عشان لو في بعمل صيانة لجزء يبقى الجزء التاني فيه مية سبير تكفي ايه السيستم حتى يشتغل وقت معين. طيب بيتكون من ايه بقى غرفة الحريق؟ غرفة الحريق بتتكون طبعا ان هي تكون المضخات متصلة بخط سحب متصل بالتانك، والتانك طالع منه خط سحب اللي هو بنسميه ساكشن ساكشن هيدر، تمام اللي هو ده. طبعا انا عندي عشان محبسين خارج من كل من كل عن عشان عندي تانكين خارج من كل تانك بمحبس او اس اند واي اللي هو محبس البوابة بالقطر المناسب، تمام. وعندي الديسشارج سوري، عندي السكشن هيدر ده بيكون قطر معين، بتحسب على اساس ايه؟ بتحسب على اساس المضخة هي كام، ودي بنلاقيها في الكود برضو، ممكن نيجي نلاقيها من هنا ان هو احدد على حسب قدرة المضخة اللي هي 500، يقول لي السكشن والديستشارج بتوعها، تمام السكشن والديستشارج بتوع المضخة، يعني السكشن المضخة بيكون 6 بوصة والسكش والديستشارج بتاعها بيكون 6 بوصة، وعلى هذا بعمل الهيدر ايه، 6 بوصة. طيب وممكن اعمل
الهيدر 8 بوصة، ويفضل ان هيدر السحب يكون اكبر من هيدر الطرد. طيب اوكي، انا عندي طبعا لو في حاجة 5 بوصة، مفيش 5 بوصة في السوق هنا او مش متوفرة، بنخليها ستة ايه 6 بوصة. طيب احنا نرجع تاني للرسمة دي ونشوف. انا عندي هنا بعد ما خرجت من التانك وحطيت على هيدر السحب، عندي هنا ال3 مضخات اهم، مضخة الكهرباء اللي هي المين بريشر، المين بومب سوري، وعندي الديزل بومب اللي هي ستاند باي، وعندي الجوكي بومب اللي هي المضخة التعويضية للضغط للنظام يعني. اوكي طيب، انا عندي ده كده خط سحب المضخة الديزل، ده خط سحب المضخة الجوكي، وده خط سحب المضخة الكهرباء. التلاتة متصلين، كل واحد متصل بالمضخة بتاعته، وكل منهم خارج على هيدر الطرد وهو ديسشارج هيدر. طيب انا عندي هنا شايف محبس او اس اند واي جيت فالف، ده محبس قفل او غلق بيكون عليه متصل معاه تمبر سويتش، عشان لو حصل انه اتقفل او غير الحركة بتاعته بيدي الارم ان في عطل في الايه في السيستم بتاع المية. طيب عندي هنا تاني المفروض بعد الجيت فالف في تشيك فالف او النان ريتيرن فالف، وعندي بيبقى متصل بالمضخة الكهرباء ومضخة الديزل الريليف فالف. احنا ممكن نشوف رسمة تانية تكون ايه اوضح. طبعا دي رسمة مضخات مرسومة يعتبر ايزومتري. هنشوف هنا بالنسبة للجزء ده ان هو عندي هنا حاطط لي المصدرين كهرباء، المضختين كهرباء. طبعا ده عادي ممكن يكون مقبول، لكن لازم يتوفر الاذر سورس للكهرباء، ان دي لو دي كهرباء ودي كهرباء يبقى دي من المصدر الرئيسي ودي التانية على جنريتور. طب انا عندي هنا مضخة ايه، دي مضخة الالكتريك ودي مضخة الديزل ودي مضخة الجوكي اللي هي بتكون مالتي ستيج عشان توصل بالضغط لأعلى درجة. طيب انا عندي ده اسم الدرايف موتور بتاع المضخة، وده عندي اسمه الانجن المحرك بتاع المضخة دي تمام، وعندي هنا ده السولار تانك اللي هو خزان الديزل او خزان الوقود بتاع الديزل بومب. طيب اوكي، انا عندي هبتدي اخد من خط السحب اللي راجع، انا عندي هنا ده الخزان الاول وده الخزان التاني. طبعا هنشوف احنا تفاصيل الخزان. انا عندي هنا طلعت من الخزان الاول بمحبس، وطلعت من الخزان التاني بمحبس، والاثنين في كل واحد في خط، جمعتهم الاثنين على خط وسميته خط السحب. اوكي، ومنهم طلعت 3 خطوط، كل خط رايح للمضخة بتاعته، خط للمضخة الديزل وخط للمضخة الجوكي وخط للمضخة الكهرباء. الخط ده متكون من اول حاجة بعد خط السحب، بعد هيدر السحب بحط محبس غلق لحيث ان انا لو حبيت افصل الترمبة عن السيستم واعمل لها صيانة تمام، بفصلها من هنا ومن المحبس اللي بعد الترمبة، يبقى في محبس قبل ومحبس بعد. اوكي طيب، بعد كده عندي هنا درين فالف، وعندي هنا الاسنتريك ريديوسر، دي بتكون وصلة مسلوبة بتركب في اتجاه المضخة على الاتجاه الايه على الاتجاه العدل، العدل يكون فوق تمام. بالنسبة للي كده قبل السحب اللي هو السحب المضخة الكهرباء. طيب هنيجي لسحب المضخة الجوكي، نفس الكلام، عندي برضو محبس بوابة، وعندي درين فالف، وعندي الاسنتريك ريديوسر، وعندي كذلك الاو اس اند واي جيت فالف في الديزل بومب، وعندي درين فالف، وعندي الاسنتريك ريديوسر، وعندي هنا طبعا ايه بريشر جيج، ده بيكون على المضخه الديزل وعلى خط السحب عموما يعني عشان يبين لي السحب المضخه دي بتسحب عند كام. طيب خط الطرد بيتكون من بحط محبس بوابه على خارج المضخه عشان اقدر اعمل ليها صيانه، يعني لو جينا من هنا في فلويد سيفل كونكشن، ودي بتكون من المطاط او بتكون من الستانلس ستيل، وغالبا مش بتركب دلوقتي، ما عادتش تتركب زي الاول تمام. عندنا دلوقتي في بريشر كيج هنا اهو، وعندنا الكونسنتريك ريديوشن كونسنتريك ريديوسر اللي هي الوصله المسلوبه، وعندنا هنا دريم فالف، وبعدها بيكون في ان انا بترن فالف عشان يمنع الميه ان هي ترجع في الاتجاه ده، وعندي هنا محبس البوابة عشان أقدر أفصل المضخة عن السيستم وأعمل له إيه وأعمل له صيانة. طيب أوكي، أنا عندي الخط اللي هو الأخضر ده خط السنسنج لاين متصل بالكنترول بانل بتاعة اللوحة
الخاصة بيها، يعني هما 3 لوحات ب3 طرمبات، كل واحد عليه سنسنج لاين خارج منه، وطبعا ده اللي بيتحكم في سرعات الموتور، وده اللي بيتحكم في البريشر والطرمبة امتى تفتح وامتى تقفل. اوكي، طبعا ترتيب التشغيل عندي المضخة الالكتريك هي المين بومب، وبعد سوري عندي المضخة الجوكي هي اول واحدة بتشتغل لان هي اعلى ضغط فيهم، ثانيا المين بومب هي الكهرباء لما ما بتقدرش تعوض الفقد في الكيو اللي هي الفلو ريت بتاع السيستم. عندي مضخة ديزل بتشتغل لما ما بتقدرش تنزل لضغط منخفض جدا، بتشتغل الترومبا الديزل بتبتدي تعوض، وطبعا الترومبا الديزل عندي بتكون بسرعات متفاوتة. تمام، فعشان كده بركب عليها حاجة اسمها الريليف فولف. تمام، وده خط بيرجع تاني على الخزان. اوكي، وهو الخط ايه؟ الخط ده بريشر ريليف فولف. تمام، ده بيكون برضو من الكود زي الصورة دي كده، بتقول انا عندي الترمبة 500، البريشر ريليف فولف بتاعها بيكون 5 بوصة. تمام، اهو. اوكي، طيب انا عندي ايه تاني؟ عندي تاني في المضخات ان انا لازم اخد بالي من الديسشارج هيدر. الديسشارج هيدر بجمع عليه ال3 خطوط الطرد الخاصين بالمضخة ديزل والكهرباء والجوكي، اهو احنا كده، وخارجين على السيستم في الرايزر. وطبعا عندي دي مجموعة الارم تشيك فالف او زون، لا هو غالبا دي الارم تشيك فالف. تمام، اوكي، انا شايف ان الرسمة دي كويسة وبتوضح المراد. يعني لو جينا نبص على الخزان هنلاقي ده كده مسقط للخزان، ده هنيجي نشوف هنا كده ده الوتر ليفل، يعني ده ضغط مستوى المية. هنلاقي هنا ان دي عوامة، تمام، متصلة بمحبس، لما بتيجي المستوى ده بتقفل المحبس اللي هي محبس الفيلينج لاين اللي هو خط ملء الخزان. عندي في حاجة اسمها فورتكس بليت هنتكلم عنها. تمام، اوكي، كفاية كده على التانك. لو حبينا نعرف حجم خزان الوقود ده بيتعرف ازاي؟ بيتعرف على حسب الهورس باور بتاع المضخة دي. تمام، يعني الهورس باور دي مثلا 115، هضرب 115 في 1.1 يطلع لي مثلا 125. 125 ده طبعا بيكون بالايه؟ بالجالون. تمام، تكفي زمن تشغيل الحريق. اوكي، لو جينا للسايد ده من الناحية دي في الخزان هنلاقي ان عندي ده سحب ترومبا، ودي الوصلة اللي كنا بنتكلم عنها اللي هي الاسنتريك ريديوسر، وعندي دي الفليكسيبل كونكشن طبعا قلنا هتتلغي، وعندي ده المحبس اللي ايه؟ محبس ال OS and Y gate valve اللي هو محبس البوابة. ونيجي في خط السحب هنلاقي التشيك فالف اللي هو العدم راجع، وعندي بعدها محبس الغلق أو محبس البوابة. تمام، ومتصل من المنطقة دي خط رايح للسنسنج لاين. طب أنا يهمني هنا إيه؟ يهمني هنا إن في خط راجع من طرد الترومبة دي، هنفترض إن الترومبة دي الديزل. تمام، في منها خط الريليف فالف أو خط الفلوميتر. تمام، من عندي هنا خط ده خارج للفلو للريليف فالف راجع على تجميع هيدر للتست لاين رايح للخزان، وعندي حاجة اسمها الفلوميتر. الفلوميتر بيكون متصل بخط الطرد للترومبات التلاتة. لو عايز اختبر ترومبة من التلاتة اشوف الفلو بتاعها بشوفه عن طريق الفلوميتر، بفصل الترومبتين التانيين وشغلها مانوال اشوف هي الفلو بتاعها تصريفه كام جالون لكل دقيقة عبر الاف ام اللي هو الفلوميتر. طبعا عندي قبله محبس بوابة وبعده محبس بوابة متجمعين هنا على خط ريليف وكلهم رايحين تاني للايه؟ للخزان. دي عندي الفلوت اللي هي الفلوت باي بتاعت العوامة اللي رايحة تقفل على الفيلينج لاين لخط الملء. تمام، عندي هنا دي اسمها الفورتكس بليد، ودي بتكون 6 بوصة او 2 الدايمتر، والمسافة ما بينها وبين الأرض بتكون 2 الدايمتر، وهي بتكون من الحديد أو الصاج
thickness بتاعها بيكون 10 ملي، أو على حسب، هي تقريبا بتكون 10 ملي. طبعا عندي دي صور أخرى، مساقط أخرى للغرفة، بس احنا كده نعتبر قلنا كل النوتس المهمة في الموضوع. طبعا انت لو حبيت تحسب حجم الخزان المية تحسبه ازاي؟ هقول لحضرتك تحسبه ازاي. يعني انت عندك الكيو والهيد، وعندك التايم بتاع المدة الزمنية بتاعت الهازارد اللي حضرتك عامل عليها التصميم. هنحسب دلوقتي القانون بتاع حجم الخزان، بيقول ده رسمة الخزان. لو حبينا نحسب حجم الخزان بنقول ان ال V tank ال volume of tank تساوي ال Q بال GPM في ال T بالمينت اللي هي الزمن بالدقيقة، وعندي بضرب في رقم 3.785. طبعا بقسم الكلام ده كله على 1000 عشان يطلع لي الناتج بالمتر مكعب مية. طبعا كلها داتا معروفة. هشوف عندي هنا الخزان ده بيكون فيه كذا حاجة لازم اخد بالي منها. احنا اتكلمنا عن الفورتكس بليت، واتكلمنا عن الووتر ليفل والفيلنج لاين، هنتكلم عن الفنت هول. الفنت هول بتكون عشان تعمل تهوية للخزان، تمام، ودي بتكون واحدة او اتنين على حسب عدد الخزانات، هو واحد او اتنين، وممكن تعمل اكتر من واحدة، تمام. عندنا هنا الدرين بايب بتكون اسفل الخزان متصل عليها محبس بوابة. عندنا هنا الاوفر فلو بتكون فتحة متصلة بماسورة رايحة للدرين، لما الفلو بيزيد عن حده بيحصل له اتجاه نحو الدرين، تمام. انا شايف ان كده اتكلمنا عن غرفة المضخات. احنا ممكن نشوف صور، ولو حبينا نشوف منها حاجة تفيدنا من ناحية المضخات نتكلم عنها. طبعا دي أشكال المضخات زي ما حضراتكم عارفين. تمام، دي مضخة في هنا، عايزين بس صورة نظيفة نعرف نتكلم عليها. دي شكل الترومبة الديزل او المضخة الديزل. طبعا هي دي الترومبة وده المحرك بتاعها، طبعا حجمه كبير شوية. ده خزان السولر، تمام. ممكن نشوف الداتا اللي على البامب، مكتوب هنا هوريزونتال سبليت كيس، واكيد مكتوب عليها الكيو والهيد، بس احنا انا طبعا مش شايف. يعني طبعا في اعتمادات بتكون موجودة للترمبات، في ULFM، طبعا UL listed FM approved، وفي LBC، وفي NFPA 20. طبعا الحاجات دي كلها بتفرق في سعر الترمبة، وعندنا أسعار ترمبات متفاوتة على حسب الماركات. عندنا أرمسترونج، عندنا جرانفوس، عندنا SBB، عندنا ماسديف، عندنا سيفيكو، عندنا الأورورا بنتير، في كذا ماركة وكذا سعر. وطبعا في حاجات إيطالي وحاجات تركي وحاجات كي اس بي، على حسب السعر وعلى حسب الاعتماد بتحدد سعر الترومبا، تمام. عندنا هنا كده دي أشكال المحابس، ده محبس الريليف اللي فات ده، تمام. طبعا كل لوحة معاها، كل غرفة وكل ترومبا معاها لوحة تحكم. ده شكل المحبس البوابة، وده الفليكسبل كونكشن اللي احنا كنا بنتكلم عنها، دي غالبا مبقتش تتركب دلوقتي، تمام. الناس تشوف الفيديو وتشوف الصور، ولو في اي حاجة وقفت معاها الناس تكلمني، او المحاضرة الجاية او المناقشة الجاية ان شاء الله نناقش الموضوع كله. طبعا في هنا في داخل غرفة المضخات بيتم تحديد كابلات المغذية للترمبات، وبتكون ماشية بالشكل ده كده، شكل تري. اوكي، وبكده نكون خلصنا المحاضرة دي، واي حد عنده اي استفسار يكلمنا ويتواصل معنا ان شاء الله على الجروب. واتمنى كلنا فهمتكم في المحاضرة دي، و إن شاء الله ألقاكم على خير في محاضرة قادمة، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.